11/12/2013 الرستان ومعاناة أهالي مدينة الرستان. السلام عليكم، وعليكم السلام. شلونك يا أخي؟ الله الحمد لله. شايفك ماشي بالثلج هون بهالبرد، احكي لي شو عم تسوي أنت؟ شو عم تشتغل؟ شو الأوضاع بالرستان عندكم؟ والله أوضاع سيئة كثير، ودمر وخرب وقصف يومي، وحتى بعز دين الثلج عمال يقصفونا من كتيبة الهندسة. يا هلا بفهم من كلامك القصف شغال رغم الثلج هذا على الرستان؟ رغم الثلج، رغم الليل، رغم النهار، يعني بتفتح عيونك على صوت قذيفة، بتنام على صوت قذيفة. طيب شو الشيء مستهدفينه بالرستان؟ مستهدفين كل شيء، أكثر شيء المدنيين. يعني حتى أنا شو بدي أقول لك، بشوفوا سيارة الإسعاف عدوته اللذوذة سيارة الإسعاف. أيوة، يعني بتفكر إنه ماشي دبابة بالطريق، لازم يقصفوها لهي سيارة الإسعاف. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بشوفوا مدني ممكن يمرقوا له إياها يمشوا. طيب أخي، بس سيارة الإسعاف بده يضربوها. شايف أنا هالثلج وهالجو البارد هون عندكم، احكي لي شو الأوضاع المعيشية بالرستة؟ يعني أوضاع أهم شيء هلا وضع التدفئة، يعني هلا أكثر شيء التدفئة شيء مطلوب للمدنيين. التدفئة شوفت عينك، طالعين عم نتدرج بالشارع مشان ندفى، لأنه بالبيت جوا لا في تدفئة ولا حتى حرامات، والهلال صار له تقريبا 4 5 أشهر ما يعني ما أعطانا شو. ما في مساعدات للبلد، ما في إغاثة، ما في مساعدات. الهلال ما قال إجاه 3000 حصة، ما طلع إلا منن شو بدي أقول لك، ما طلع إلا منن حرام. حسبي الله ونعم الوكيل. إغاثة خالص، جمعيات ما جمعيات ما منشوف شيء منهم. بين الله يا أخي، الله يعطيك العافية، فرجعك عن قريب. 11/12/2013 ومعاناة أهالي الرستان في فصل الشتاء البارد والثلج القارس.